الآن قداستكم تؤمن بوجود الحسد؟ الحسد كشعور موجود. أخوة يوسف حسدوا يوسف، الكهنة أيام المسيح ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون حسدوا المسيح. احنا بنقول في صلاة الأجبية، في صلاة الشكر، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان. فالحسد كشعور موجود، لكن كضربة عين تأذي الإنسان حاجة مش موجود. اللي بيحسد واحد بيغلف نفسه من جوه، لكن لا يستطيع أن يؤذيه إلا لو أن الحسد ده قاده إلى ارتكاب جريمة. سؤال: ما معنى الآباء يأكلون الحصرم وأبناء وأسنان الأبناء تدرس؟ يعني هل صحيح ذنب الآباء يتحمله الأبناء إلى الآن؟ في الحقيقة ده كان كلام واخدينه الناس، ورد عليه الكتاب في حزقيال 18. يعني قال له، شوف قال لهم ايه. وكان إلي حزقيال 18: وكان إلي كلام الرب قائلا: ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست؟ حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل. يعني قال لهم الكلام ده كان موجود، الناس بيقولوه، لكن الكلام ده مش مظبوط. وبعدين بعد كده في حزقيال 18 آية 19 آية 20: النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. يبقى خلصت الحكاية. واحد بيقول في سفر التكوين في تبع خطية آدم، ربنا منع شجرة الحياة، فبيقول لألا يأكل الإنسان من الشجرة فيحيا إلى الأبد، فأخرجهم ووضع الكاروبيم بسيف من نار يحفظ شجرة الحياة. هل فعلا إذا أكل الإنسان كان ممكن يحيا إلى الأبد؟ هو لا يمكن إنسان يحيا إلى الأبد في الحياة الأبدية في النعيم الأبدي إذا كان سالك في الخطية. فلم يكن ممكنا أن آدم وحواء يأكلوا من شجرة الحياة أي يتمتعوا بالنعيم الأبدي وبالحياة الأبدية وهم في الخطية، فحجزت عنهم الحياة إلى أن يتم الفداء وإلى أن تتم التوبة، الاثنين مع بعض. هذه المسألة اللي مقصود بها في سفر التكوين. واحد بيقول: طرق بابي ولد صغير صباحا طالبا طعاما أو نقود ليفطر، وكنت أريد أعطاءه دي بتاعت الأسبوع اللي فات، ولكن شيئا بداخلي منعني. قال ربما يكون الواد كاذب أو وراءه شخص كبير إلى آخر.
لا شعورك مش مظبوط. اي واحد يطلب منك حاجة ليأكل اديله، ما يهمكش اذا كان كذاب ولا مش كذاب، حد وراه مش وراه مش صح. وظنك السيء ده مش كويس، اصل في حاجة زي دي، افرض ان هو كذاب او افرض انه صادق، لو صادق وانت ما اديتلوش يبقى اخطيت، ولو كاذب واعطيته انت ما خسرتش حد، ربنا هيعطيك حسب نيتك. واحد بيقول قرأت في ان البعض بيقول الشماسة ترشم بالميرون السيدات والكاهن لا يصح ان يرشم السيدات الكبار. لا طبعا لا يرشم بالميرون الا الكاهن فقط، وحتى حكاية الكاهن دي جت تجاوزا. زمان كان الروح القدس يعطى عن طريق الاساقفة فقط على اعتبار انهم خلفاء الرسل، وكان الرسل يضعون اليد فيأخذ الناس الروح القدس، وبعدين الاساقفة تلاميذ الرسل بقى يوضعوا اليد ينال الناس الروح القدس، وبعد كده لقوها مش مكفية، يعني مش ممكن ابدا يقدروا يجيبوا عدد من الاساقفة لمنح الروح القدس بهذا الشكل. فاتعملت الميرون وجات سيرة المسحة المقدسة في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 20 و27، لكم مسحة من القدوس إلى آخره، وأصبح الكهنة يسمح لهم برشم الناس بالميرون، لكن الست الشماسة هي اللي تمسح بالميرون ده مستحيل، لا يجوز إطلاقا إطلاقا إطلاقا. لا السيدات لهم كهنوت ولا السيدات يمسحوا بالميرون. الشماسة جايز تساعد في المعمودية، يعني تساعد الست في خلع هدومها، في لبس هدومها، في انها تقول لها تعملي كذا تعملي كذا الى اخره، تساعد في تنزيلها في الجرن المهم، لكن تمسحها بالميرون لا، تبقى شماسة دي بقى ولا اسقف ولا لا لا لا، الكلام ده مش ممكن ولم يرد في اي قانون من قوانين الكنيسة. سؤال: بيت لحمة في الكنيسة يقصد مكان صنع القربان، هل هو المكان الوحيد الذي يجوز فيه عمل قربان الحمل ام ممكن التجاوز عن هذا؟ المهم ان القربان يعمل في مكان مقدس، في مكان مقدس سواء داخل الكنيسة او اضطرت الامور الى ان يعمل خارجها، المهم ان يكون في مكان مقدس، واللي يقوم بعمل القربان يكون في حالة طهارة مقدسة، ويعمل القربان بالترتيل بالالحان بالمزامير بالابسلمودية، فيكون مكان مقدس وشخص مقدس وبطريقة مقدسة. سؤال: هل يجوز لمطلقة ان تتزوج بعد ما زوجها يكون تزوج بامرأة اخرى؟ علشان نجاوبكم اجابة سليمة، المطلقة دي تروح المجلس الاكليريكي وتحكي حكايتها وهم يحققوا ويشوفوا. هو لما زوج بيتزوج في حياة زوجته بطريقة لا توافق الكتاب المقدس، بيعتبر ان كأنه هو زنى، فيصرح للعنصر البريء ان يتزوج، لكن برضو لازم المجلس الاكليريكي يفحص عشان يشوف المرأة هي العنصر البريء ولا لا. واحد بيقول انا طالب باحدى الكليات، اكتشفت من ضمن زملائي بعض منهم من شهود يهوى، فحاولنا ان نقنعهم
ولم نستطع لضعف معلوماتنا. انا عامل مجموعة اشرطة كتيرة على شهود يهوى، ياريت تاخدوها. وان كان الاخ اللي بعت السؤال ما عندهمش قدرة يشتروها يجوني وانا اديهم هذه الاشرطة هدية ويسمعوها. لكن انا ان شاء الله هطلع لكم كتاب عن شهود يهوى. المهم بيقول حاجات بيقولوها لنا مش عارفين اجابتها فنرجو الاجابة عنها. بيقول سؤال منهم: الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. هذه الآية وردت في يوحنا 1:18، وانجيل يوحنا بالذات فيه عبارة الابن الوحيد 4 مرات. الآية دي يوحنا 1:18، وأيضا في يوحنا 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية إلى آخره. وبرضه يوحنا 3:18، وفي رسالة يوحنا الأولى 4:10 برضه عبارة الابن الوحيد. الابن الوحيد لتمييز المسيح في بنوته لله عن أي ابن عادي. ما كلنا بنقول أبانا الذي في السماوات، لكن احنا أبناء بالتبني، بالمحبة، من محبة ربنا دعانا أبناء، زي ما ورد في يوحنا الأولى 3:1: انظروا أية محبة أعطانا الله، أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله. يعني هي نوع من المحبة. وأيضا كلمة أبناء أطلقت علينا كمؤمنين، كما ورد في إنجيل يوحنا برضو 1: أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فالمؤمنين دعوا أبناء، لكن المسيح لكي يميز عنهم دعي الابن الوحيد. الابن الوحيد لأنه الوحيد اللي من جوهر الله، الوحيد اللي من طبيعة الله، الوحيد اللي من لاهوت الله. فبهذا الشكل صار الابن الوحيد. فبيقول الله لم يره أحد قط، يعني ربنا ما فيش حد شافه في لاهوته. الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، يعني أعطانا خبر عن ربنا، أعطانا فكرة عن ربنا، زي ما قال في يوحنا 14: الذي رأى الآب فقد رآني، أو من يراني فقد رأى الآب. أنت لو واحد من شهود يهوى يقول لك الكلمة دي، قل له طب يا ريت تفسر لي يوحنا 10:30: أنا والأب واحد، وخليه يتلخم قصادك شويتين كده. يعني ما تاخدوش من شهود يهوى الجانب الدفاعي ديفنسيف، خدوا منهم الجانب الهجومي اجريسيف. انتوا اللي تبتدوا وهم ما يكونوش مستعدين، لان زملائك دول حفظوهم كم آية فبيجوا يكرروهم. استخدم انت معهم آيات تانية. يا ريت انت وبعض زملائك تيجي تاخدوا معانا تدريب مهني في التفاهم مع شهود يهوى، ونقول لك ازاي تكلمهم وازاي يردوا عليك.